بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، خلقنا الله جل وعلا لطاعته، وأمرنا سبحانه وتعالى بالتزام حدوده، ويسر لنا شرعه، وبمزيد منة منه تفضلا وتكرما ضاعف الأجر، فجعل الحسنة بعشر أمثالها، وجعل أزمنة وأمكنة تتعاظم فيها الأجور، ومنها هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، شهر النفحات، شهر البركات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي جعله الله جل وعلا مباركا على أمة الإسلام، فيها تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد فيها الشياطين، وتصفد فيها الشياطين، والله جل وعلا يعطي ويعتق رقاب العباد من النار، وفيها تكفر السيئات في شهر رمضان، العباد يسعون لمرضات الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر الفضيل، ويحثهم على الاستزادة من طاعة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رمضان شهر تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطين، وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. والعباد يسارعون إلى الخيرات في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، وكما أن الله جل وعلا جعل أزمنة متفاضلة وجعل أمكنة متفاضلة، فاضل الأعمال، فأحب عمل يقوم به العبد في رمضان وفي غير رمضان، وأفضل عمل يتقرب به العباد إلى الله جل وعلا، إنما الالتزام بالواجبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل عمل تتقرب إلى الله جل وعلا إنما بما أوجب الله جل وعلا عليك، إنما بما ألزمك به سبحانه وتعالى، فهو أفضل عمل يمكن للعبد أن يتقرب به إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمرا أمته: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي فحافظوا عليها. ويظهر فضل الفرائض في الحديث التالي: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التزمت بالفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فإنك بذلك تكون قد جئت بما يكون سببا لدخولك إلى جنات الخلد. هذه هي الفرائض، والله جل وعلا لم يجعل في هذه الفرائض فقط أنك تتقرب إليه بحصول الأجر والمثوبة، بل إن الله جل وعلا منة منه وتفضلا زاد على ذلك، فجعل بالتزامك على التزامك بالفرائض فضائل أخرى. ومن ذلك في باب الصلاة يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي باب الزكاة يقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي باب الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي باب الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، كانت له حرم جسده على النار، أي كانت له وقاية من نار جهنم. هذه هي الفرائض. فينبغي على العبد أن يحرص أول ما يحرص
أن يلتزم بهذه الفرائض وهذا الشهر الفضيل الذي فيه النفوس تكون مترقبة للالتزام بالأعمال الصالحة، فكن حريصا على الالتزام بما أوجب الله جل وعلا عليك. فإن كنت مقصرا في واجب من الواجبات فاغتنم هذه الفرصة على أن تعود نفسك على أن تكون ملتزما بهذه الواجبات. وبفضل الله جل وعلا ومنة منه وكرما جعل مستحبات وسنن لكي يتمم العبد ما قد يحدث من خلل أو نقصان في الفرائض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا باب التطوع، فبه يتم الله جل وعلا ما قد يحدث من خلل للعباد. بل إن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لملائكته: انظروا إلى صلاة عبدي هل أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله جل وعلا وهو أعلم: هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال جل وعلا لملائكته: أتموا لعبدي فريضته من النافلة، أي مما جاء به من النوافل، سواء كان في باب الصلاة أو في باب الزكاة من صدقة أو في باب الصيام أو غير ذلك من العبادات. فينبغي على العبد أن يحرص على ما أوجب الله جل وعلا عليه. والواجبات سواء كانت هي واجبات على العبد لله جل وعلا فيما أوجب الله جل وعلا عليه، أو كانت واجبات للخلق كالبر بالوالدين وصلة الأرحام وكالتزام بما أوجب الله جل وعلا عليه من حسن الخلق، أو ما أوجب الخلق على نفسه سواء لله جل وعلا كالنذر أو للمخلوق كما أوجب على نفسه من عقود أو عهود أو أعمال أوجبها على نفسه ليؤديها، فليكن حريصا على أدائها. فإن أدى الواجبات فليحرص على أن يستزيد من النوافل، وبالأخص في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الفضيل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه كالريح المرسلة في باب الخير عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.